ما هلا مشاهدينا رح نروح لموضوع جدا مهم وكثير من الاشخاص ممكن يفكروا فيه وبيفكروا هادي انه الحياه بلا هدف ممكن تكون اسهل واسلس وبدون صراعات وبدون تعب حتى، ولكن هذا الشيء جدا خاطئ لصياغه حياه فطريه بالحياه العشوائيه بالطريقه العشوائيه يلي بيعيشوا فيها، ممكن تكون فوضويه لدرجه انهم بيمشوا كثير ذهابا وايابا عند الاحداث يلي عم تمرق بحياتهم، ولكن هم ما بيجنوا اي نتائج تكون مرضيه لإلهم وبيروح تعبهم سودا. لهيك اليوم اهميه وجود هدف بحياتنا نصحى كرماله كل يوم الصبح او يعطينا الامل والحافز لحتى حققه شيء كثير مهم بحياتنا وبيعطينا كثير قصص حلوه، ومتعه الانجاز والتحقيق الاهداف هي متعه جدا مهمه وحلوه بحياتنا هيدي. صحيح يا عفاف، لهيك خلينا نقول انه اليوم الحياه بالهدف هي ما بتعني اي شيء، واليوم بالنهايه كل شخص بالحياه عنده هدف معين، هدف بالعمل، هدف بالنجاح، هدف بالزواج، بتختلف يمكن هي الأهداف، ولكن اليوم ممكن في أشخاص بتتأخر بحياتها وبوقتها لحتى تنجز هي الأهداف، بينما في أشخاص ممكن رب العالمين ييسر معها فورا وتحقق هي الأهداف، ولكن مهما كان الأمر خلونا دائما مآمنين بحالنا وبذاتنا، ودائما يكون في عنا أمل وتفاؤل ببكرة، بأنه الشيء اللي ما قدرنا نحققه اليوم عادي بكرة بنقدر نحققه، المهم يكون في عنا دائما طاقة عالية. مشاهدينا أهم شيء ما نستسلم أبدا للتحديات والعقبات اللي بتواجهنا. كيف اليوم ممكن نحقق أهدافنا؟ كيف اليوم ممكن نحط خطط صحيحة؟ تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور أحمد الزين، خبير بالتنمية البشرية وباحث اجتماعي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا دكتور. صباح الخير لكم لجميع مشاهدينا القناة الإخبارية السورية. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم تحقيق الأهداف هو يعتبر شيء كثير مهم من ناحية صحيح. التنمية الشخصية. نعم. لهيك خلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع. صراحة موضوع تحديد الأهداف في علم التنمية البشرية هو موضوع يشغل الكثيرين من الناس. اليوم نحن عم نشوف تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية عم يفرض علينا أولويات في تحديد الأهداف اللي عم نعيشها بحياتنا، فيمكن أن نعرف تحديد الأهداف المفهوم العام بأنه هو التركيز بشكل مباشر على المقصود من وراء الأشياء التي نرغب القيام بها. أي التكلم عن النتيجة التي نسعى إليها. فاليوم أنا وقت بدي حدد هدف بحياتي لازم أعمل استراتيجية لهذا الهدف. اليوم شو ما كان الهدف اللي بدي حدده سواء كان مشروع اجتماعي ولا مشروع اقتصادي، لازم أول شغلة أعرف أنه أنا في هدف بدي أصل له. فهذا هو بالنسبة لمفهوم تحديد الأهداف من منظور التنمية البشرية. تمام. طيب دكتور، إحنا نحكي عن موضوع كتير مهم. نعم. أكيد بهم نسبة كبيرة من الناس. صحيح. نحكي عن الخطوات. أنا اليوم شو فيني حط خطة معينة لحتى فعلا أنجز الشيء اللي بتمناه. نعم. أنجز الشيء اللي بحبه، وهل هي الخطة بتناسب اليوم كل الناس أم لا هي بتفرق من شخص للتاني؟ نعم. صراحة عالم النفس الأمريكي لوك بمنتصف الستينات من القرن الماضي وضع آلية لتحديد الأهداف ونشرها بكتاب مشهور له ليتمكن الفرد أو حافز للفرد لتحديد أهدافه وزيادة ثقته بنفسه. فحضرتك قلتي الخطوات، فأول خطوة يجب أن يكون الهدف ذكياً. كيف يكون الهدف ذكي؟ الكلمة سمارت باللغة الإنجليزية تعبر عن الذكاء. فيوم يقول أنا بدي حدد الهدف أساسي أو هدف ذكي، اليوم الكثير من الناس خلينا نقول ببداية العام أو بأعياد ميلادهم يحددون قائمة، تتمنى ملايين من الناس يحددون قائمة من كثير من الأهداف التي يسعون إليها، ولكن خلينا نقول ربع الأهداف لا يستطيعون تحقيقها. السبب في ذلك عدم وضع خطة لهذه الأهداف. فيجب وضع خطة بحيث أنا أدمج الواقع مع اللي حاطه أنا. إذن الخطوة الأولى أن يكون الهدف ذكياً. طبعاً في استراتيجيات للهدف ليكون ذكي. الاستراتيجية الأولى أن أحدد هدفي بشكل محدد. يعني عنا كتير أشخاص مثلاً إنه بيحددوا الهدف أو بيتكلموا عن الهدف بحيث ما بيفككوا الهدف. أنا مثلاً اليوم بدي أحسن لغتي، حطيت هدف أنا بدي أحسن لغتي، أو أريد الحصول على منحة ما لا على التعيين. فأنا عندما أحدد هذا الهدف يجب أن أدرس هل أستطيع أنا الوصول لهذا الهدف. وكثير من الأشياء اليوم بحياتنا الواقعية عم نشوفها أنه أنا عم حدد وإلغي، حدد وإلغي، عم حط قائمة وإلغي منها. هذا غير مدروس. إذن أن يكون الهدف محدد. اثنين، أن يكون الهدف قابل للقياس. كيف؟ يعني أنا إذا بدي حدد هدف اليوم بحياتي الاقتصادية
ابني مقبل على التسجيل بفرع جامعي أو أنا بدي حدد ميزانية للأسرة، خلينا نحكي عن الموضوع المالي، بدي حدد أرقام محددة تتناسب مع الدخل اللي بقوم فيه أنا، فهذا الدخل لازم يكون قابل للقياس بأرقام مناسبة لأقدر حدد هذا الهدف، وإلا حيكون هدفي عشوائي. ثلاثة، أنه يكون في له توقيت مناسب. يعني اليوم أنا حدد هدف أكاديمي، أنا تخرجت من الجامعة وأريد الآن أن أدرس فرع أكاديمي بالماجستير أو بالدكتوراه، فأنا بدي حدد مدة الدراسة بدي أدرس، هل تتناسب هذه الدراسة مع ظروفي المعيشية حتى ما أعق بموضوع الفشل. اثنين، الاستراتيجية اللي بدنا نحكي عنها هامة أيضا بالنسبة لتحديد الأهداف، أنه يكون نحن بنسميه تصميم الهدف ووضع تفاصيله. يعني اليوم أنا شو ما كان الهدف اللي بدي حدده، وأنا قلت لك اليوم هذا الموضوع أنا برأيي يعني جميع المشاهدين اللي عم يشاهدونا الآن بيقدروا أهمية الشيء اللي عم نعق فيه دائما. يعني اليوم عم يقولوا لك أنه ما عم يزبط شيء من اللي عم نحطه، عم نحكي نحن شيء عم يطلع بالواقع شيء تاني، هذا عدم دراية بمعرفة الهدف وتحديد تفاصيله. فتحديد تفاصيل الهدف هو من المواضيع الأساسية. ثلاثة، مواجهة العراقيل. أنا اليوم لو بدي حط هدف سواء كان اقتصادي أو كان اجتماعي أو كان حياتي، بدي عد لكل العراقيل. اليوم ما حدا بيضمن بكرة، اليوم ما حدا بيضمن بكرة، نحن هي المقولة دائما بنقولها بشكل يومي، فعنده دائما الإنسان أو الفرد خوف من المستقبل، فهذا وضع العراقيل أو الاستعداد للعراقيل بالمستقبل. رابعا، تقسيم الأهداف حسب نمط حياة كل إنسان. لا يستطيع دائما المواطن ذو المستوى الدخل الأدنى أنه يحدد حياته، أو ينطلق من المواطن ذو المستوى الدخل الأعلى أو يربط حياته فيه، لازم يأخذ من الواقع الحالي أو الواقع المرهون. وآخر أولوية من أولويات تحديد الأهداف طبعا أنه يكون الهدف من الواقع الحياتي. يعني أنا مشان ما أتعرض للخيبات تماما، بما نحن بنقول انه يلائم الفرق، مو يحب ويكره، لا، يلائم متطلبات الحياه اللي بيعيشها. هدول الاولويات الخمسه من الاولويات تحديد الاهداف اللي ينبغي على كل شخص يحددها ضمن اولويات حياته. طيب دكتور، خلينا نعترف اليوم انه في فشل بالحياه. صحيح. مو من اول مره ممكن نحن نصوب الهدف ونحقق رغباتنا يلي نحن بدنا اياها، ممكن مره بعد مره بعد مره، ممكن العشره ممكن من اول مره تزبط. طيب في حال هون الشخص يلي بذل كل هالجهد وبالنهايه فشل بتحقيق هدفه، مشان ما يوقع بخيبات الامال وبالاكتئاب وبالحالات النفسيه انه انا ما بقى بدي حط أهداف وخلص يعني استسلم من أول مرة، شو هي الخطة البديلة لحتى أحقق فيها أهدافي أنا؟ تماماً. هلأ أنا قلت لك من أحد الأشياء التخطيط للهدف. أنا يوم بعق بمشكلة بكون أنا ما خططت منيح للهدف. من شان ما يعق الشخص، أو نحن كثير من الأشخاص أحياناً بينصدموا بصدمة نفسية. التخطيط شو بيتضمن؟ طيب أني حط أنا جميع الظروف المانة مناسبة؟ أنا أتكلم عن موضوع أنه إنسان فات بمشروع وفشل فيه، أو أقدم على خطوة بحياته وفشل فيه، أنا كيف فيني كمقرب أو كإنسان بهمني هذا الشخص أقدم له؟ أول شيء آلية التخطيط، أنه يكون مكتوب التخطيط. يعني أنا اليوم بدي أقوم بمشروع، يجب أن أقوم بدراسة جدوى. نحن عنا اليوم اقتصاديين مسؤولين عن دراسة جدوى اقتصادية لمشروع. أنا اليوم مقبل على مشروع خطبة أو مشروع زواج، لازم يكون اليوم تفاوت، موضوع التفاوت الطبقي نأخذه بعين الاعتبار. يعني أنه يكون الأشخاص اللي بدهم ينصحوا أنه يكون متقاربة اجتماعياً، الزوجة متقاربة فكرياً، متقاربة، أكيد هاي الأشياء اللي لازم نحن ننصح. هذا هو اللي بيندرج تحت نوع من التخطيط. في عنا التخطيط الاقتصادي، في عنا التخطيط الاجتماعي، في عنا التخطيط النفسي. يعني عنا أشخاص أحياناً بيتعرض لصدمة نفسية، ما عاد يتقبل ولا مشروع بحياته، هو فشل بالمشروع الأول سواء كان شخصي أو سواء كان طيب مادي. دكتور، ضمن والمخططات لازم يتوقع الشيء اللي ما نو منيح. أنا قلت لك من ضمن الأولويات اللي سألت عليها قبل شوي هي الاستعداد للعراقيل. بس في أشخاص تماما، بس أنا يوم بحط شخصي خطة مدروسة وبستشير الآخرين، لح تكون نسبة الخطأ قليلة، غير ما أقدم على خطة أنا غير مدروسة وغوغائية وعشوائية. يعني أنا اليوم إذا بدي فوت بمشروع اقتصادي وكلف رأس مال ضخم وأنا غير قادر على جمع هذا الرأس مال، فلا أفكر بالمشروع أساساً حتى ما أصل لصدمة أني أنا ما حققت مشروع عمري.
فبنرجع للتخطيط. التخطيط مثل ما قلت لك هو تقديم البدائل المناسبة ووضع الشخص اللي فشل من أول مرة بوضع نفسي ليقدر يتابع بالخطوة اللي بعد منها أو المشروع اللي بعده. تمام دكتوري أحمد، خلينا نكون واقعيين ونعطي أمثلة اليوم بالحياة العملية لحتى نستفيد منها أكثر ونعرف كيف نحن قادرين نحقق أهدافنا، ممكن عن أشخاص فشلوا بعدين نجحوا أو أشخاص عم يتعبوا على حالهم، خصوصا أنه حضرتك خبير بالتنمية البشرية يمكن تعمل مع عديد من الشباب والصبايا والحالات. صحيح. خبرنا أكثر. نعم، هون حأحكي عن كيف يتم تحديد الأهداف. تمام، لكل الناس بهمهم هذا الشيء. يعني نحن عرفنا تحديد الأهداف المحور الأول ورجعنا حكينا أنه كيف يتم تحديد الأهداف. هلأ ما أهمية تحديد الأهداف؟ يعني أنا حددت أهدافي اليوم، شو النصائح اللي ممكن وجهها؟ مثل ما تفضلتي حضرتك أنه تحديد الأهداف أول شغلة، وهي موضوع هام جدا اللي هو موضوع تحديد الأهم. أنا اليوم بقائمة أولوياتي، كل شخص عنده قائمة بأولوياته اليوم، أول عثرة يعني أول عثرتين بيواجهوا أي شخص أو أي شاب منطلق بحياته هن موضوع العمل وموضوع السكن. بس يتأمن موضوع العمل ويتأمن موضوع السكن فبإمكانه الشاب يفكر بالأمور الثانية. تحديد الأهم، الأولويات الأهم، هذا أول موضوع. اثنين، من الموضوع الثاني من أهميات تحديد تنظيم الوقت. عندنا أشخاص اليوم بيشتغل كذا شغلة بس ما له محدد، ما له مختص، ما له متخصص بمجال معين. نحن بنقول اليوم عصرنا عصر التخصص. صحيح. اللي يتخصص بمجال بيبدع فيه. أما اللي مضوع حاله بعدة مجالات لأكيد لح تكون حياته مشردة وما حيبدع بمجال من المجالات. هو تنظيم الوقت هو الموضوع الثاني من موضوع أهمية تحديد الأهداف. ثلاثة، موضوع بناء الشخصية والثقة بالنفس. الأشخاص المترددين اليوم اللي بتلاقيه أنه متردد على مشروع وكل الناس عم ينصحوه بالمشروع، أنت تملك الرأسمال، أنت تملك المقومات، أنت تملك الشخصية، فليش أنت متردد؟ لأنه ما عنده بناء شخصية، ما عنده ثقة بالنفس. من ضمن أهمية تحديد الأهداف ثالثا، يعني فينا نصنفه هو زيادة الثقة بالنفس أو بناء الشخصية. تحفيز النفس هو الموضوع الرابع من مواضيع أهمية الأهداف. اليوم عنا ملاي أشخاص ناجحين كتير بحياتهم، فبنسألهم أنه أنتم ما شاء الله أي مشروع بتقدموا عليه شو ما كان ناجح، فبنسألهم فبيجاوبونا أنه نحن استشرنا، نحن أخذنا بالأسباب، نحن عملنا ميزانية، استعدينا لهذا الشيء. فموضوع أهمية تحديد الأهداف اليوم هو صار من المواضيع الأساسية. حنحكي على الحياة المعيشية اليوم، الأسر يعني أغلب الأسر بيقول لك اليوم أنا بدي أعمل ميزانية لكل يوم بيومه، هذا من ضمن تحديد الأهداف. هي الخطة اليومية اللي عم نعيشها نحن أو الخطة المعاشية لليوم، هذا أيضا من ضمن اليوم اللي عم يطلع على السوق ويشتري غراض. خلينا نحكي بأمثلة عامية من حياتنا، ما نخلي اليوم لقائنا بس نظري فقط وتنظيري، خلينا نحكي من الأمثلة من الحياة الاجتماعية. اليوم اللي عم يطلع على السوق أو يشتري أغراض عم يحط قائمة، لأنه هاي القائمة هو ما بيقدر يتجاوز هالقائمة، والقناعة كنز لا يفنى. يعني اليوم اللي مقتنع بحياته ومقتنع بأهدافه طبعا لح يعيش حياته، خلاص بيعرف هو انه هي قدراته وهي امكانياته. طيب ذكرت شيء كثير مهم دكتور، يلي هو موضوع الوقت واستغلال الوقت وتنظيم الوقت بالطريقه الصحيحه. اليوم انا لما بدي احط هدف لازم اقول مثلا من هون لشهر انا لازم اكون انجزته، او من هون لسنه. صح هذا الشيء غير انه الساعات باليوم؟ طبعا موضوع الوقت موضوع هام، وانا حكيته قبل شوي من ضمن كيف يتم تحديد الاهداف. تمام. قلت ان تحدد وقت لهدفك، وقت مناسب. طيب ما تحقق يعني بالمده اللي انا مخطط لها. انا محدد مثلا عندي مشروع بدي نفذه او دراسه اكاديميه وما انجمع معي المبلغ او شاءت الظروف الاقتصاديه او الاجتماعيه او الاسريه وما تحقق انا هذا الهدف ضمن الوقت اللي مخطط له. هون بنسميه احنا بالتنميه البشريه اعاده النظر بالهدف. كيف بيتم اعاده النظر بالهدف؟ عن طريق استشاره اختصاصيين، ناس عندهم علم بهذا المجال، او عن طريق معرفه الثغرات. ليش انا ما حققت الهدف بالفتره اللي حطيتها؟ طبعاً. انا اليوم بدي ادرس دراسه اكاديميه، ليش انا خلال السنه ممكن مثلا في عندنا نحن فحص القبول، هذا شيء اساسي. ممكن احيانا تتواجد الماده ولكن لا يقبل الشخص بفحص القبول، هون بده يضطر يستنى سنه كامله. في عندنا قيود محدده يجب دراسه هذه القيود، الا القيود الخارجه عن الاراده. يعني مثلا فحص القبول ممكن انا احضر لفحص القبول، اما ما معقوله انا مالي قادر فوت على فحص قبول وانا فوت على فحص قبول وانا فشلت بهدفي لاني انا ما اخذت بالاسباب. تمام. بينما الاخذ بالاسباب لهذا الموضوع لو انه حطيت له انا هدف وقت محدد
وما قدرت حدده ضمن هذا الوقت، فهذا الشيء لا يعني الإنسان بيسقط مرة ومرتين وثلاثة، والإنسان بيتربى من أخطائه أو بيتعلم من أخطائه بشكل دائم. نحن هيك بنقول دائما. أكيد، يعني موضوع كتير مهم مع حضرتك دكتور أحمد زين، كنت معنا خبير بالتنمية البشرية وباحث اجتماعي. شكرا لك ولوجودك الحلو معنا لليوم، وكل التوفيق والنجاح. أهلا وسهلا. بتشكركم وبتشكر جميع مشاهدينا لهذه الفقرة. شكرا لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لكم.